ما هو موقف المرشحين حول قضايا المنطقة؟ أسامة، سؤال عريض وكبير وله تفاصيل ولديك الإجابة. بالفعل يا حنين، دوما ما كانت المنطقة والعالم بأسره يهتم بمن سيكون موجود في البيت الأبيض، لذلك شئنا أم أبينا ساكن البيت الأبيض يؤثر بشكل أو بآخر ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في العالم بأسره. وسط طبعا تصاعد الاضطرابات الشرق الأوسط، كل الأنظار الآن تتجه إلى واشنطن. من سيكون ساكن البيت الأبيض الجديد؟ وما هو موقف كذلك كلا المرشحين من الأزمات والتحديات في المنطقة؟ موقف هاريس وموقف ترامب كذلك. مثلا فيما يتعلق بالحرب في غزة، يتساءل الجميع عن موقف كلا المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال الحرب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بقضايا المنطقة الأخرى. ترامب مثلا من جانبه فيما يتعلق بغزة اكتفى بالتأكيد على أنه سينهي هذه الحرب فور عودته للبيت الأبيض، وأنها لم تكن لتحدث لو كان في سدة الحكم، لكن ترامب على الجانب الآخر لم يوضح كيف سينهي هذه الحرب. أما كامالا هاريس فتحاول الظهور بمظهر أكثر حيادا من جو بايدن الذي أدى تأييده الكامل لتل أبيب عن نفور تيارات أقصى اليسار داخل الحزب الديمقراطي أو ما يطلق عليهم التقدميون، وكذلك أيضا فئة الشباب داخل الحزب. هاريس مثلا في تصريحات واضحة أدانت استمرار الحرب، كما اعترفت علانيا بالتكلفة الإنسانية الهائلة التي يدفعها سكان غزة في هذه الحرب. تجربة ترامب السابقة تشير إلى أن الرجل سيكون أكثر توافقاً مع المواقف الإسرائيلية. خلال عامه الأول في 2016 بالبيت الأبيض فعل الكثير لتل أبيب، اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وكذلك أيضاً اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وعملاً أيضاً بشعاره الانتخابي أمريكا أولاً، ترامب لا يزال متحمس لسحب القوات الأمريكية من المنطقة، تحديداً من العراق كما حدث في أفغانستان، لكن طبعاً ليس بنفس الطريقة الفوضوية التي ينتقدها وحدثت في عهد الرئيس الحالي جو بايدن. لكن ترامب ربما يوافق على بقاء جزء قليل من القوات الأمريكية في سوريا كما فعل في فترته الأولى. أما بالنسبة للموقف مع إيران، التوقعات تشير إلى أن هاريس ستكون سياستها أكثر دبلوماسية وأقل تشددا من سياسة ترامب على غرار إدارتي بايدن وأوباما كذلك، كما أنها ستحاول إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران مع الحفاظ على عقوبات معتدلة، في حين أن ترامب يبدو أنه سيلتزم بنهجه السابق سواء من خلال العقوبات المشددة كما كرر مرارا أو ربما حتى من خلال الضربات المحددة مثل ما فعل مع قاسم سليماني.